كل ما السعر في مصر بتاع المنتج بيزيد، كل ما السعر العادل للدولار مقابل الجنيه بيزيد. طبيعي. فانا بضغط على معدلات التضخم بشح الدولار في الوقت الحالي. فالاختيار طبعا اصلا امام الدوله مفهوم، قد يكون هناك بعض العوائق في الامد القصير، فمش هنقدر نقول الدوله حرري الدولار بكره او سعر الصرف بكره، ولكن لازم نكون صراحه ان احنا كل ما بنتاخر كل ما السعر العادل بيقرب شويه من ال 24 وال 25 وخلافه. دلوقتي دخل المواطن العادي ثابت زي ما هو وما حصلوش زيادة، في نفس الوقت التضخم وصل وكسر حاجز 16%. مظبوط. ودلوقتي السؤال، أحط فلوسي فين؟ البنك وثبت سعر الفايدة، الذهب وابتدى يحصل نزول، العقارات لما رجعت وبصيت على أرقام العقارات لأكبر 10 شركات في البورصة حصل نمو بنسبة 32%، يعني نقدر نقول في حدود السبعة فوق السبعة مليار دولار الفترة اللي فاتت. الملاذ الآمن، هل رجعنا تاني لفكرة حط فلوسك في عقار والعقار هو أأمن، أو الملاذ الآمن في الحالات تضخم وحالة الديبريشن اللي احنا فيها دي؟ العقار، بس مشكلة العقار حاجة ايه؟ سعره، ان في ناس كتيرة مدخراتها ما تقدرش تجيب العقار، لكن حضرتك لو مستثمر او شخص معاك ملاءة مالية مينيمم بتاعه الديبوزيت الاولاني على الاقل او الدفعه الاولانيه، اقول لحضرتك خاصه بالنسبه للمستثمر او الشخص اللي معاه كاش جاهز يشتري العقار كاش. بس طبعا هنتكلم على فئه قليله جدا، بس ده مش شورت تيرم انفستمنت، ده لونج تيرم. بس عاوز اقول لحضرتك حاجه، مش لونج تيرم قوي، يعني خلال سنتين ان شاء الله اعتقد العقار هيكون زايد بما لا يقل عن 20-25% كاسعار متوسط اسعار المتر. لكن برضه لازم حضرتك، وهقول لحضرتك ليه، وده تاريخيا مثبت برضه، لكن المشكله لو حضرتك، يعني مش المشكله، الميزه لو حضرتك معاك كاش كبير هتقدر تبرجن، هتقدر تاخد عقار بالظبط بسعر كويس جدا. الالترناتيف الثاني، بس ده محتاج شويه قلب جامد، اللي هو الاستثمار في البورصه، ان انت زي ما حضرتك قلت تقدر تشتري شركه عقاريه بس مش عقار، عن طريق اسهمها في البورصه. صح. لما مبيعاتها هتطلع معاها، او تشتري بعض الشركات الاخرى. لكن المشكله ان البورصه متقلبه جدا في مصر، فبرضه بنقول لو هتشتري النهارده ده لونج تيرم انفستمنت على مدار سنتين. ليه انا بقول العقار والبورصه وما قلتش ذهب ودولار؟ للاسف الدولار مثلا، الناس اللي بتفكر تشتري دولار اوريدي، الدولار في السوق الموازيه طلع، فانت لو اشتريت النهارده مش هتكسب كتير، هو اوريدي متسعر بالسعر العادل تقريبا. الذهب زي ما سيادتك ذكرت عالميا بينزل نتيجه رفع الفائده في امريكا، وفي مصر هنا سعر الذهب متسعر برضو بسعر الدولار اللي هو في السوق الموازي، فانت حضرتك ما لحقتوش. انا اسف ان انا اقول لكم لا الدولار ولا الذهب لحقته، الحاجات اللي لم يتم تسعيرها حتى هذه اللحظه او على فكره فيها تشوه سعر كبير جدا البورصه. اسوأ يا فندم اسيت كلاس زي ما سميه، او اسوأ اصل في مصر يتم تسعيره هو البورصه المصريه. فحضرتك جمد قلبك شويه، ادخل مع مدير استثمار محترف، حط بعض الفلوس واستنى عليها سنتين. نرجع تاني للسؤال بتاع التضخم. 2005